القرن السادس عشر كده يا جماعة، في بلد جميلة قوي في المجرة، كان مفيش لسه وسائل مواصلات ولا أي حاجة، فكانت الناس بتركب العربيات اللي هي بيجرها الخيل، فأطلقوا عليها كوكس على اسم البلد دي. أوكي، بعد شوية اتطورت شوية وبقوا بيطلقوا عليها كوتش، وبدأ كوتش دي بتطلق على أي وسائل مواصلات، وهي إنك بتاخد شخص من مكان توديه لمكان تاني، تنقله من حتة لحتة. بعد شوية اتطور المصطلح ده وبقى بيستخدمه الشخص اللي بيساعد الرياضي المتفوق إنه يبقى أكثر تميزا، وبقى بيتقال عليه كوتش. مش بس كده، اتطور أكتر وبقى الشخص اللي بيدي دروس خصوصية عشان الطالب يكون أحسن وأشطر برضه بيتقال عليه كوتش. بعد شوية بدأ الموضوع يبقى بقى هو أي فرد بيساعد الناس إن هما ينتقلوا من حال لحال في المستقبل هما عاوزينه، شايفين من وجهة نظرهم إنه ده الحال الأحسن، بدأ يطلق عليه كوتش. يعني عاوزين نقول إيه من كل ده؟ عاوزين نقول إن الكوتش ده هو مصطلح بيساعد أي شخص إنه ينتقل من حال دلوقتي، حاله اللي هو موجود فيه دلوقتي وواقعه دلوقتي، إلى حال تاني في المستقبل بيوصله لأهداف هو حاططها. يعني من الآخر، بدأ يبقى الكوتش ده هو شخص بيساعدك انك تحسن من جودة حياتك وتخليها منظمة اكتر وتعرف نفسك اكتر. يعني من الاخر، هو معاه عصاية سحرية؟ لا، الحقيقة هو مش معاه عصاية سحرية. ما ينفعش يبقى زي مصطلح كده استخدمه الكتاب اللي انا بقول لكم منه القصة دي، اللي هو حكايات الكوتش، حكايات الكوتشنج، ان هو منين يودي على فين. اي مواصلة توديك اي حتة، لازم تبقى عارف انت عاوز ايه، انت فين، وعاوز تروح من المكان اللي انت فيه ده لمكان فين، وعاوز تروح ازاي. والكوتش بس دوره هنا انه يذاكر معاك الواقع وينبهك شوية انك تعمل ده بطريقة افضل، ويبقى بيجايد يو كده من خلال فلاش. وهنا نروح لقصة تانية حلوة قوي هتوريكو يعني ايه لايف كوتش. كان في مرة في بلدة، يعني بلدة قديمة قوي، شخص هو شاطر جدا بيبيع أي حاجة، وكان بيبيع مكنسة كهربائية. راح بقى الراجل اللذيذ ده اللي بيبيع أي حاجة وخبط على عميل، قال له بص أنا معايا مكنسة كهربائية تحفة وجديدة ومتميزة وكمان بتوفر في الطاقة. فالراجل قال له شكرا أنا مش محتاجها علشان، فقطعه وما سمعوش، وقال له صدقني بس اسمعني، وراح رميله حبة رمل على الأرض وقال له لو المكنسه ما شفطتش كل الرمل ده اوعدك اني هاكلها بمعلقه. فالعميل مشي، قال له انت رايح فين؟ قال له رايح اجيب لك معلقه من المطبخ عشان تاكل الرمل. قال له ليه؟ انا ما جربتش المكنسه. قال له ما هو الحقيقه احنا ما عندناش في القريه هنا اصلا كهرباء. وهنا نوصل لمغزى مهم جدا، ان ما ينفعش الكوتش يجي يقرر لك تعمل ايه في حياتك. هو الكوتش مش معاه عصايه سحريه، ولا في اي حد في الدنيا ينفع يقول لك تعمل ايه في حياتك اكتر منك. كل اللي بيعمله الكوتش ان هو بيجايد يو، بيرشدك، بيقول لك لا انت كده قاسي على نفسك، انت محتاج تبقى قاسي على نفسك، بيوريك الطرق، بيعرفك شويه تولز تساعدك تعرف نفسك اكتر، ازاي تحط اهداف، توصل لاهدافك ازاي، طب ازاي يكون عندك ثقة في النفس اكتر. كل الحاجات اللي الكوتش بيعملها هي اصلا نبع منك بشكل كبير، لكن ما ينفعش اي كوتش يروح يتعامل مع عميل على ان هو عارف كل حاجة وهيغير له حياته كده بحركة. طيب انا برغي ليه في كل ده، وانا مالي اصلا بيعني ايه كوتش، وليه بقول لكم كل ده؟ هنا بقى يا حبايبي تعالوا اقول لكم ليه بقول لكم الكلام ده كله. نرجع بس كده لورا 4 5 شهور. هو ان اختكم دي ذاكرت وتعبت، وكنت يعني نفسي ادور على حاجة تخليني افضل اعمل فيديوهات بس بشكل مدروس. يا سلام لو شخص مجرب وفي نفس الوقت هو متخصص ومتعلم، وده كان الميكس اللي انا كان نفسي جدا اجمعه، هو ان انا اقدر اساعد البنات ان هي تغير حياتها وتحسن من جودة حياتها اكتر، وتوصل للاهداف اللي هي نفسها تحققها، وترتب حياتها ودوشة حياتها، وفي نفس الوقت ما اكونش بعتمد بس على خبرتي اللي هي طبعا كبيرة في هذا المجال، ولكن اكون كمان انا دارسة ومتخصصة ومؤهلة ان انا اجي اغير لكم حياتكم، اساعدكم ان انتوا تخلوا حياتكم افضل. وده اللي حصل من كذا شهر لما بدأت الكورس بتاعي كبروفيشنال لايف كوتش. بدأت اول ليفل وخلصته واخدت
الشهادة اللي تأهلني ان انا ابقى دلوقتي بديكوا سيشنز ونبدأ معانا رحلة الكوتش الفظيعة. ومش بس كده، انا ما وقفتش هنا، انا لسه هبدأ كمان حاجة اعلى منها، علشان انا حابة جدا اكون عضوة في الاي سي اف وماشية في الرحلة دي. الحقيقة رحلة جميلة وما بتشبعيش منها، وبحس ان انا دايما عايزة اتعلم اكتر واكتر واكتر. ودلوقتي اقدر اعلن واقول لكم انه انا بقيت لايف كوتش، ومش بس كده، انا جاهزة ان انا اخدكم معايا رحلة صغيرة هنجهز فيها مع بعض، عشان اول سيشنز ليا كنتوا معايا من الاول ومعايا من زمان، وانتوا اللي خرجتوا مني الشغف ده. وحقيقي مش قادره اصبر ان انا اساعدكم واغير حياتكم، ومش اساعدكم بس، مساعدتي ليكم هي جزء كبير قوي من مساعدتي لنفسي. فاتمنى ان انتوا تبقوا جزء من رحلتي، تابعوني وتابعوا كل الفيديوهات اللي انا هنزلها، وهتعرفوا قريب امتى هفتح الحجز للسيشنز، وهتعرفوا كل التفاصيل وهتعرفوا حكايتي. فيا رب ان شاء الله انا وانتوا مع بعض نوصل لكل الاهداف اللي احنا نفسنا نحققها. حبيت النهارده اعلن لكم عن اللايف كوتشايه الصغيره اللي قدامكم دي، مش صغيره قوي يعني، واقول لكم ان انا النهارده اوفيشلي بجد انا حققت اهم واكبر حلم من احلامي، انه انا اكون لايف كوتش، ولسه مستمره ولسه مكمله. ادعوا لي واتمنوا لي الخير، ويا رب يا رب يا رب كلكم تحققوا اهدافكم. بحبكم قوي قوي قوي. باي.